التزاوج يقع في الربيع والتوالد في الشتاء عموما إلا بعض الخصوص، فلو لقح ثور بقرة وحشية في البرية في الربيع مارس أو أبريل بعد 9 أشهر ستلد في الشتاء حوالي نوفمبر أو ديسمبر أو جانفي، أي في ذو الحجة وذو القعدة والمحرم الحقيقي والله أعلم، فيحرم صيدها في ذلك الزمن لأنها ترضع وهكذا والله أعلم. وبالنسبة لرجب فرات، هناك من يلد من الغزلان بعد 6 أشهر، أي لو وقع التلقيح في مارس وأبريل فالوضع يكون في أوت تقريبا، وكذلك الإرضاع والله أعلم. هذه هي حكمة تحريم صيد البري وليس الصيد الذي تحرمه القوانين الوضعية في الربيع بسبب صيد الجو والطيور، ليست دورتها كالبهائم الله أعلم، والإخلال بهذا الركن وهو تحريم صيد البر دفعنا ثمنه بتصحر في بلاد العرب الرهيب واختفاء الغزلان والضباء والمها والنعام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل: الحج في زمن الصيف قاتل بهذا الشكل، مهلك لصحة خصوصا دائما. قديما كان 40 أو 50 حتى 60 درجة، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففي الصيف الحج رهيب جدا، ليس كما شرعه الله تعالى في زمن الشتاء وهو زمن برودة وكذا في مكة. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم استدار الزمان كيوم خلق الله السماوات والأرض، وهو في العاشر من ذو الحجة الذي يوافق ربما 1 جانفي تقريبا، أي بدء السنة الشمسية الجديدة. فذو الحجة كان حدوده الزمنية ما بين 1 إلى 23 ديسمبر حتى 1 إلى 23 جانفي، وبالتالي لو كان أوله في 23 ديسمبر بعد 10 أيام يكون 1 جانفي تقريبا. ربما استدار الزمان تعني بداية السنة الشمسية ودورتها تدور في حلقات 365 يوم في السنة والله أعلم. فصل: في حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه عام 9 من الهجرة. تقول الرواية بأن قريش والمشركون كان حجهم في صفر ثم كان في محرم عامين، ولما وافق الحج أبا بكر قال كان في ذو القعدة، أي تأخر شهرا، ربما نسأته قريش بالحجة كما قبل، وهذا كما قبل قريش ذو الحجة كما في قبل الفتح ذلك العام وحللته والله أعلم. ثم في العام العاشر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة وأبطل النسيء وشهر التلاعب بالأشهر الحرم، فبعد ذلك الحج من السنة 10 الهجرية صار الناس يحجون في شهر الحج ذو الحج في موسم الحج في نهاية الخريف بدء الشتاء في موسمه الحقيقي ليوافق خير أيام السنة 10 الأولى من ذو الحجة، الأيام التي تنفتح فيها أبواب السماء بشكل متناغم في فصل الشتاء وحصول عشوائية الأبعاد، أي في أيام التي نسميها سقرقر والله أعلم. هل خلط المؤرخون بين أيام تحريم النسيء قبل فتح وخطبة حجة الوداع التي فلم تكن قريش موجودة في السنة 10 والله أعلم. فصل: وقيل عن تجارة مكة كانت في موسم الحج كانون الأول وكانون الثاني، ربما ديسمبر وجانفي والله أعلم. الخلاصة: لماذا ألغي شهر الكبس الذي كان العرب كغيرهم من شعوب الأرض من يهود ومايا ومصريون وصينيون وهنود وترك حتى الأوروبيين تضيفه وتزيده والفرس وتزيده في كل 2.5 11+11+8 تساوي 29، أي شهر كامل، وهو غير النسيء الذي نسأه الكفار بتحليل المحرم من شهور
عاما وتحرمه عام آخر والله أعلم. لماذا غير عبد الملك بن مروان التاريخ القمري الهجري الذي كانت عليه أمة الإسلام بإلغاء شهر الكبس بعد 81 سنة من الهجرة، وذلك في فتنة عبد الله بن الزبير، وحاول حتى تغيير القبلة إلى فلسطين لكنه لم ينجح. في السنة 12 شهرا منذ خلق الله السماوات والأرض بالكبس، لكن إذا نزع الكبس تخلخلت النواميس الكون وحلت الشهور في غير مواسمها وفي غير حولها، والحول من تحول الحال من موسم إلى آخر واستدارة الزمان وعودته إلى الحدود الموضع الذي انطلق منه. فالتزاوج يقع في الربيع والتوالد في الشتاء عموما إلا بعض الخصوص، فلو لقح ثور بقرة وحشية في البرية في الربيع مارس أو أفريل، بعد 9 أشهر ستلد في الشتاء حوالي نوفمبر أو ديسمبر أو جانفي، أي في ذو الحجة وذو القعدة والمحرم الحقيقي والله أعلم، فيحرم صيدها في ذلك الزمن لأنها ترضع، وهكذا والله أعلم. وبالنسبة لرجب فرات، هناك من يلد من الغزلان بعد 6 أشهر، أي لو وقع التلقيح في مارس وأبريل فالوضع يكون في أوت تقريبا، وكذلك الإرضاع والله أعلم. هذه هي حكمة تحريم صيد البري وليس الصيد الذي تحرمه القوانين الوضعية في الربيع بسبب صيد الجو والطيور ليست دورتها كالبهائم الله أعلم، والإخلال بهذا الركن وهو تحريم صيد البر دفعنا ثمنه بتصحر في بلاد العرب الرهيب واختفاء الغزلان والضباء والمها والنعام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل: الحج في زمن الصيف قاتل بهذا الشكل، مهلك لصحتي خصوصا. دائما قديما كان 40 أو 50 حتى 60 درجة، والله يريد بكم اليسر ولا يريد